عشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجارة كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركة بقى في ست الكل حماتي الحلوة دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ انا كنت سامع ان انت عندك نص فدان، ما تبيعيه؟ ابيع النص فدان اللي حلتي؟ طيب بلاش بقى، مفيش طريقة غير الفلمانكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجارة ساعتها الفلوس الكتيرة لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزي. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ هبيع يا ابني هبيع. يلا يا علي ندور على الحجة تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شوية، هي فيها لسه تربان. خطيبك ده بيخطط لنا غنغة، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب، لو كنت عرفت الحقيقة كنت قلعت اللي في رجلك وديتهم لي ازواجا وافرادا. المهم دلوقتي انا عايز شقه مفروشه اعملها مكتب. تعالتك اللضا، شقتي ومالك؟ انا مش فاهم حاجه. بكره تفهم كل حاجه. طب وجدع اللي هفر منك الليمون ده هتسيبه؟ فلوسي هجيبها، بس هتاخد وقت وعايزه مصاريف. انا عارف انا بعمل ايه بالظبط. اسمع، خد دور. ايه دور؟ ده عشان تدفع العربون واللازم منه. طب داري داري ليه؟ انا اصلي سالف من المعلم صاحب القهوه 50 جنيه لغايه دلوقتي ما اشتغلتش بتلاته مليم، لو شافهم هيطمع. انا عايزه يطمع. نعم يلا نروح له. ليه؟ اديله 100 جنيه. ايه رمضان انت اتجننت؟ 100 جنيه ده ايه؟ اسمع اللي بقول لك عليه. تعالى معايا. السلام عليكم. وعليكم. اتفضل. ايه دول؟ دول 100 جنيه من اصل مبلغ ال 50 جنيه اللي خدهم منك امبارح. نعم. انت مين؟ ده رمضان صاحبي. هو حط معايا امبارح 50 جنيه، عملوا لك 50 جنيه زيهم بعد ما خدنا عرقنا وتعبنا بالحلال. والله يا حاجة عجيبة قوي. ده فتحي لما كان بياخد منه 500 كان بيرجحاني لما ربنا يفتحها عليه بسرقاية وعليها 50 بالكتير. لا احنا ما بنسرقش، احنا بنشتغل بالحلال. قول لي انت مين وحكايتك ايه؟ فتحي هيبقى فاهمك كل حاجة وهيقول لك على عنوان مكتبه. لو ما كانش فيها خابور تبقى حلوه قوي. الشاهد بيني وبينك الفلوس هي اللي بتتكلم.